بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من سب الدهر فقد آذى الله، وفي رواية: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الدهر سب من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، والدهر إنما هو وقت للأعمال لا يسب. قول المصنف من سب الدهر فقد آذى الله، هذا أخذ من الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وليس الدهر من أسماء الله، وإنما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى آذى الله، في أن الدهر إنما هو زمان ووقت للأعمال من خير أو شر، فهو لا يسب، وإنما يسب فعل العصاة والمذنبين الذين يستغلون الدهر لغير ما خلق له. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: فالله سبحانه وتعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر، يتأذى بأفعال الناس والخلق التي لا تليق، وهو لا يتضرر سبحانه وتعالى بذلك. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء الكفار الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر إنما هو وقت للأعمال ولا ينسب إليه شيء من أفعال بني آدم، إنما أفعالهم تعود عليهم هم، والدهر بريء منها، وليس الدهر من أسماء الله سبحانه، لأن الرسول بيّن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وأنا الدهر، بقوله: أقلب الليل والنهار. فالذي يقلب الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما هي إلا حياتنا الدنيا، لا يؤمنون بالآخرة، وقالوا ما هي، أي الكفار، إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ثم نسبوا ذلك إلى وما يهلكنا إلا الدهر، ولم ينسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت والذي بيده الأمر والذي خلق الدهر، خلق الليل والنهار. نعم. وما لهم بذلك من علم، ما لهم بهذا الكلام من علم، إنما هو من عند أنفسهم، لأنهم لم يتلقوا العلم عن أهله، لم يتلقوا العلم عن أهله المعروفين به، فصاروا يتخرصون ويتخبطون ويقولون ما لا يليق في جناب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله:
قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد. نعم، هذا إنكار للبعث. ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ينكرون الآخرة والبعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هكذا يقولون، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بما جاءت به الرسل من الإخبار عن البعث والنشور والجزاء والحساب، وأن هناك يوما بعد الدنيا وهو اليوم الآخر. نعم، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البدءة والرجعة. نعم، وهذا كفر موروث عن السابقين من كفار الأمم الذين ينكرون البعث والنشور، ويقولون ما هي إلا هذه الدنيا فقط، وليس هناك بعث ولا يوم آخر ولا حساب ولا جزاء، هكذا يقولون. نعم، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. كلها أقوال باطلة وأقوال تخمينية، ولأنهم أعرضوا عن الرسل وعما جاءوا به من الإخبار عن البعث والنشور وعن الجزاء والحساب، وأن هناك يوما ينتظرهم وهو اليوم الآخر الذي لا بد لكل الخلق من ملاقاته، لا سيما البشرية. فالله جل وعلا خلق الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة، فالسعادة في الآخرة مبنية على العمل الصالح، والعمل الصالح إنما هو في الدنيا، فالدنيا مزرعة للآخرة، فمن حفظ دنياه حفظ آخرته، ومن ضيع دنياه ضيع آخرته. نعم، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول. الفلاسفة، يعني الفلاسفة الذين يدعون الحكمة ويسمون بالحكماء، هذا اعتقادهم في حياتهم وفي معادهم، لأنهم لم يتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بالبيان التام وبينوا ما أن الله خلق الدنيا وخلق الآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة، فمن حفظ دنياه بالخير والعمل الصالح حفظ آخرته وسعيد فيها، ومن ضيع دنياه وعاش عيشة البهائم في هذه الدنيا فإنه يكون خاسرا في اليوم الآخر.
نعم. فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. نعم، ينسبون الموت للدهر وينسون الله جل وعلا الذي يحيي ويميت والذي بيده الأمر الأول والآخر، فهذا خسران والعياذ بالله، مع أنهم يدعون الحكمة ويدعون المعرفة، لكنهم كل معرفة وكل قول لا يكون له دليل من مما جاءت به الرسل فإنه قول ضائع وقول باطل. نعم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم، يؤذيني، يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم، فالله يتأذى ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى. يؤذيه ابن آدم يسب الدهر، يقول وما يهلكنا إلا الدهر، والذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، والدهر ليس له دخل إلا أنه وقت للعمل، وقت للعمل من خير أو شر، وهذا العمل يحصى ويسجل، ثم يوم القيامة يلقاه صاحبه كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل وعلا أقام الحجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الكتب، فلم يبق لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وفي رواية لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. نعم، هذا يوضح أن قول الله جل وعلا أنا الدهر ليس الدهر من أسماء الله، يعني الله جل وعلا وضح ذلك بقوله سبحانه أقلب الليل والنهار، والذي يتصرف في الدهر هو الله جل وعلا، وليس الدهر هو الذي يتصرف، وإنما الدهر وقت للعمل من خير أو شر. نعم. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. نعم، هذا شأن أهل الجاهلية
أنهم ينسبون ما يصيبهم من المكاره إلى الدهر، ولا يقرون أن ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، حتى يحفزهم هذا على التوبة وإصلاح العمل، ينسون هذا وينسبون كل ما يصيبهم إلى الدهر، أنه هو الذي أماتهم وهو الذي أصابهم وهو الذي حصل منه كذا وكذا. هذه عقيدة جاهلية مخالفة لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، أن الله جل وعلا هو الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة وجعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن صلحت دنياه صلحت آخرته، ومن ساءت دنياه ساءت آخرته، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. نعم، لأن الدهر إنما هو وقت للعمل، سواء كان عملا طيبا أو عملا سيئا، وقت للعمل فقط، وليس الدهر هو الذي يحدثه، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نعم، هذا فيه إبطال لما يعتقده أهل الجاهلية من أن ما يصيبهم إنما هو من الدهر ومن طول الحياة ومن ما يقع فيها، وينسون الله سبحانه المدبر الخالق المحيي المميت، ينسون الله جل وعلا. ومعنى قوله أنا الدهر، ليس الدهر من أسماء الله، لأن الرسول بيّن ذلك بقوله أنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أن قول الله أنا الدهر، أي أن الله هو الذي يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار، بيده الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس ابن يزيد به. وقال محمد ابن إسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول: وادهراه وأنا الدهر. نعم، الحديث بمعنى واحد، أن الدهر ليس له تصرف، وإنما الدهر وقت للعمل من خير أو شر، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وأما الشر فلا ينسب إلى الله جل وعلا،
وإنما ينسب إلى فعل العبد، ينسب إلى فعل العبد، هو الذي اكتسب هذا العمل السيء، وهو الذي نسي الآخرة والبعث والنشور وأطلق لنفسه العنان ولم يكن في حسبانه أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجزاء، بل أكثرهم لا يؤمن بالآخرة، وإنما يقول إنما هي حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.